بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح أبين كيفية استخدام البرو انجينير لعمل البوست بروسيسر الخاص في المكنة اللي احنا نقوم ببنائها او باستخدامها في حال عدم وجود بوست بروسيسر خاص بالمكنة من ضمن الليستة اللي يعرضها البرو انجينير عند عمل السي ال داتا فايل وتحويله الى جي كود. الان البرو انجينير بيتيح لنا امكانية بناء او تعديل البوست بروسيسرز الموجودة من خلال استخدام الجافا ابلكيشن انتايتل داز ان سي بوست بروسيسر من الابلكيشن منيو. الان بامكاننا نعمل البوست بروسيسر الخاص بالمكان اللي احنا بنشتغل عليها، والمكان اللي احنا بنشتغل عليها عباره عن ميلينج ماشين. راح نختار الهاس بوست بروسيسر فايل فورمات، وراح نركز على الميلينج without rotary axis. لان في عندنا other options بيتيح لنا اياها اللي هو البرو انجينير، مثل استخدام المكنات متعددة المحاور مثل المكنة فيها rotary axis 4 axis 5 axis. الان من خلال الدروب داون menu or list بامكان احنا نعمل selection عليها، وبناء عليها راح تتغير specification الخاصة في هذه المكنة. كان نختار اللي هي 5 axes. لاحظ كيف الآن اختلف representation بالنسبة للمكنة، وممكنك تختار المكنة الأنسب لك. يعني قد تكون هذه المكنة أكثر مناسبة لعمل post processor خاص بروبوتك arm اللي بين استخدامه في فيديو سابق، وكان بعنوان using a robotic arm as a CNC machine، وكان الروبوت عبارة عن Mitsubishi روبوت الموديل تاعه كان RV2AJ. الآن راح نخلي إن شاء الله هذا الفيديو أبسط ما يكون، لذلك راح أرجع لاستخدام اللي هي الـ CNC machine أو milling machine without rotary axes. راح أرجع للخيار الأول الموجود في هذا المنيو، وعذرا للبطء في التحويل لأنه في عندي memory consumption عالي، فبحاجة إلى شوية صبر. أخذ هذا الخيار واستعرض بعض الاوبشنز الخاص فيه specifications. ممكن احط resolution الخاص فيه بالنسبه للاكسيز، يعني اذا بدي احط limit or not، وبدي ايش قيمه الليمت والهوم بوزيشن والماكسيموم والمينيموم. طبعا هذا كان بيدن using this option performing checking. احط الان عليه واختار ان شاء الله فيني ترانسفورميشن اذا بدي اعمل ترانسفورميشن بالنسبه للنمبرز الموجود عندي. لان بالنسبه للفايل فورمات هذه عباره عن ليسته، الليسته بتتيح لي اللي هي عمل الفايلز المناسبه بالنسبه للابلكيشن اللي بده يستخدم الجي كود في مرحله لاحقه. فمثلا عندي بعض برامج الكاد كان تاخذ فايل فورمات معين او فايل اكستنشن معين، بعض برامج السيميوليشن بالنسبه للسي ان سي كوز مثل السي ان سي سيميوليتر بتاخذ فايل باكستنشن معين مثل دوت ان سي، بعضهم باخذ دوت جي سي، بعضهم باخذ الجنرال فايل فورمات اللي هي دوت تي اكس تي فايل. فاحنا يعني نستطيع من خلال هذه الاوبشنز انه احنا نتحكم فيها. لان بالنسبه لللترز يوزد تو دينوت الفانكشنز بالنسبه للجي كود بامكان ايضا ان نعملها موديفيكيشن. لاحظوا هون مثلا عندي السيكونس نمبر عندي ان، عندي مثلا البروبراتوري فانكشنز اللي هي عباره عن جي فانكشنز which are model functions x axis y axis z axis. بامكانك طبعا انت الان تغيرها حسب المكنه اللي خاصه عندك. يعني فمثلا لو دخلنا عليه مره ثانيه، لاحظ الان اللي هي ريجستر سيكونس نمبر بامكاني احطه مثلا اللي هي انذر لتر، بدل مثلا ما هو ان بخلي مثلا سي، بخلي دبليو، بخلي اتش، لكن بدي احرص انه ما يصيرش عندي كونفليكت او تعارض بالاحرف اللي يتم استخدامها لتمثيل فانكشن معين من الجي كود، وهذا بده حرص ودرايه. الان في عندي اللي هي الجنرال ادرس اوتبوت، بامكاني اللي هي ديفاين ديسيمال كنترول اوتبوت ديسيمال
only if needed output at least 1.0. هاي ببعض اللي هي الموشن كنترولرز مثل زي نيوميريك الفانوك وات ايفر، بحتاج لي اللي هي نمبر ريبريزنتيشن او سيرتن فورمات بالنسبه لي للنمبرز يوزد. بعضهم بحتاج لتريلينج زيروز ات ليست 1، بعضهم يعني فقط بيعرض الديسيمال بوينتس، بعضهم يعني بيعرض الديسيمال اف نيدد. يعني لاحظوا هون الريبريزنتيشن اكس 12 دوت، يعني لو اخذنا مثلا اوتبوت ديسيمال اف نيدد، لاحظوا انها اختفت الديسيمال بوينت. لو اخترنا هذا الاوبشن وضعه زيرو اضافي. الان انسرت بلانك بيفور ايتش ادرس، لو اخترنا الان شفنا كيف الافكت بالنسبه لي راح يجي مثلا اكس 12 وراها سبيس، بدل ما تكون الاحرف ملتصقه مع بعضها البعض، وهذا بيعمل يعني بسهل لنا عمليه البارسنج بالنسبه للسترينج اذا بدنا نبني برنامج خاص فينا حتى يقوم بتنفيذ الجي كود. ان شاء الله ربنا ييسر، يعني زي ما راح نشوف يعني فيما بعد. فايل تايب الان باستخدام الديفولت فايل اكستنشنز اللي هي التاب فايل، اذا ذاكرين كنا ندور على التاب فايلز. الان بامكان ايضا تو سبيسيفاي ان اكستنشن، الان لازم يكون لور كيس ماكسيمم 6 كاركترز، فبامكاني الان احطه كالتالي هي الان على الفايل ليست فيريفيكيشن برنت وورنينجز فورماتنج تيب ايمج. هاي بالنسبه للمكانات اللي بتستخدم التيب. راح ناخذ السيكونس نمبر ماكسيمم سيكونس نمبر اللي هي 9999 وستارت سيكونس نمبر من 10، سيكونس نمبر انكريمنت 10، فبكون عندي اياه. اذا انا عملت نمبرنج للبلوكس راح يكون عندي ان 10 ان 20 ان 30 الى النهايه. الان ننتقل الى ستارت اند اند اوف بروجرام منيو البراميترز. الان اللي عندي اياها اذا دي ان سي which is يعني slightly different thing from CNC which is direct numerical control format، يعني من الراعي الاختلافات الموجوده هون. في عندي اللي هي الاند اوف بلوك كاركتر ات اند اوف ايتش بلوك تيب ايمج. الان اذا انك بدك تضيف انت سبيشال كاركتر على اساس انك تعمل تيرمينيشن such as carriage return او backslash او new file، اللي بامكانك ايضا تعمل الاوتبوتس من الاوبشنز الموجوده هون. وفي عندنا